الشيخ لقمان هو مدرس في هذا المسجد وإماما لهذا المسجد الضخم الكبير. استمعت لقراءة الجميلة رغم أنني وجدت صعوبة في الكلام معه باللغة العربية، ولكن حاولت أني أعرف معاكم قصته مع القرآن. كم الفترة التي حفظت القرآن فيها؟ سنة. في سنة واحدة؟ سنة واحدة حفظت القرآن الكريم كاملا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. كم كنت تحفظ في اليوم؟ تسعة صفحات في اليوم؟ لا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. وهو يقرأ الشيخ، ما شاء الله الشيخ لقمان تأثر بهذه القراءة وهذه الآيات. لماذا تأثرت بهذه الآيات شيخ؟ لأن أخاف عذاب من الله وأريد رحمة من الله. إن الله معنا. أنا أخاف. ما شاء الله. لا بإذن الله لا نخاف، فرحمة الله سبحانه وتعالى واسع بإذن الله تعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظك. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ممكن يكون واحد يعرف اللغة العربية ويجيد اللغة العربية ولكنه لا يحفظ القرآن، وتجد إنسان لا يعرف اللغة العربية ويجلس ويسكن في منطقة مثلا في الصين، هم لا يساعدون على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى اختاره وجعله فائزا بحفظه لكتاب الله عز وجل.